c'est oh, le Karlsruhe. All these people waiting. مرور جفنان الملكة إليزابيث من شارع الاي 40. هذه طائرات الهليكوبتر تحلق في السماء. نحن في انتظار مرور الملكة من مطار هيثرو إلى ويستمنستر. هؤلاء الحشود ينتظرون دور الملكة. شارع الـ A40 بيربط مطار هيثرو بـ ويستمنستر أو وسط لندن. الآن الناس في انتظار مرور الملكة من هنا. الناس خرجت من السيارات لمشاهدة الملكة. هذا الشارع جدا حيوي، لكن الآن توقف بسبب مرور الملكة إليزابيث. هنا كثيرة من الناس تنتظر، هناك أيضا هنا كثيرة من الناس. هذا مرور موكب الملكة إليزابيث من هنا، وهذه المروحية التي تصور الحدث على الهواء مباشرة. ونحن الآن نصور على الهواء مباشرة مرور الموكب. وهؤلاء الناس أيضا كما تشاهدون يصورون الحدث. هذا هو الشرطة، أعتقد أنها أن الموكب قد اقترب. الموكب قد اقترب. هذا موكب، هذه جنازة الملكة إليزابيث. هذه الفرقة التابعة للملكة من الشرطة والحرس الخاص. الشعب البريطاني يودع الملكة إليزابيث. هذا موكب الملكة إليزابيث إلى ويستمنستر. قلنا لكم
مرور عثمان الملكة إليزابيث عن طريق الـ A40 قادما من مطار هيثرو إلى وستمنستر. شكرا لكم، مع السلامة.